تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنا. كلودي، يعني كما جاء في متن الخبر بأنه هذه الخطة طال انتظارها لسنوات، ما الجديد الذي جعل هذه الخطة يتم الإفراج عنها والإفصاح عنها بهذه السرعة؟ نعم، إقرار خطة التعافي لو أتى في بلد مؤسساته متماسكة لكانت خطوة متقدمة أقدمت عليها اليوم حكومة اللبنانية، ولكننا نعلم بأن إقرار هذه الخطة أتى في الجلسة الأخيرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ولا أحد يدري كم سيستمر وقت تصريف الأعمال إذا ما كان سيطول لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون. لذلك يرى المراقبون أن إقرار هذه الخطة من دون مقدمات وعلى عجل وفي وقت يعني كانت هناك عوائق كثيرة أمام المشاريع الإصلاحية لإقرارها في البرلمان السابق الذي لم يقر أي من المشاريع الإصلاحية المفترضة من ضمن هذه الخطة، يرى المراقبون أن حكومة ميقاتي فقط رمت كرة خطة التعافي الملتهبة أمام البرلمان الجديد رفعا للمسؤولية عنها، ولكن ماذا سيحصل بعد ذلك بمصير هذه الخطة؟ يبقى المصير مجهولا، خصوصا أن وضع البرلمان الجديد أيضا هو لا يزال غير محدد، يعني الانطباعات بأن هذا البرلمان سوف يكون منقسما إلى أكثريتين متنافستين في أفضل الأحوال، و أن إقرار القوانين فيه خصوصا قوانين بهذا الحجم أي قوانين إصلاحية وخطة تعافي تضع سكة لنظام اقتصادي جديد في لبنان يتطلب تضامنا ورؤية اقتصادية موحدة، وهذا ما لا ينبئ به البرلمان الجديد إلا إذا تغيرت الذهنيات وتم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية في لبنان. وبالتالي كلودي، هنا حسب رأي المراقبين، خطة التعافي هذه إلى أي مدى يمكن أن تعني بدء الانفراجات أم أنها لا تعني شيء على أرض الواقع؟ في الواقع يرى على أرض الواقع هي لن تجد تطبيقا إلا إذا اقترنت بإقرار القوانين الإصلاحية. فلنبدأ بقانون الكابيتال كنترول. نحن سيمضي على أزمة لبنان 3 سنوات ولم يتمكن من إقرار هذا القانون الأساسي الذي تم إقراره في أيام أو في أسبوع في الدول التي شهدت تعثرا ماليا. في لبنان لم يتم إقرار هذا القانون رغم إحالته أكثر من مرة على البرلمان ورغم عرضه على جدول أعمال أكثر من جلسة تشريعية. لذا هذه الخطة هي يعني يريد الرئيس ميقاتي أن يؤكد جديته مع صندوق النقد الدولي وأن يؤكد أن لبنان ماض لتنفيذ تعهداته في هذا الإطار، ولكن الأمر ليس فقط بالكلام، ليس فقط بالنظريات، إنما بالتطبيق. الآن التحدي أمام التطبيق في البرلمان مع تشكيل حكومة جديدة، مع رئيس جديد للحكومة، رئيس جديد للجمهورية، لأن خطة التعافي تعني تغييرا وتطويرا للنظام الاقتصادي اللبناني، هذا النظام الذي كان يقوم على الزبائنية وعلى الفساد وعلى سوء الإدارة. هل سيتغير هذا الأمر بعد الانتخابات؟ المراقبون يستبعدون ذلك، لا، بل إن الخشية حقيقية من أن يصل لبنان إلى الانهيار التام، خصوصا أن اللبنانيين يتخبطون اليوم وأمس وغدا بصفيح ساخن من تراكم الأزمات ومن اشتداد وطأتها عليهم. شكرا جزيلا لك كلودي أبي حنا، كنت معنا من بيروت.